مشاهدينا أهلا بكم معنا في نشرة أخبار العالم والتي نستهلها كالعادة بالأوضاع المأساوية في فلسطين. ففي اليوم 28 بعد 300 للإبادة الصهيونية على قطاع غزة، يواصل الاحتلال عملياته العسكرية العشوائية في كامل أنحاء القطاع، مخلفا المزيد والمزيد من الشهداء والجرحى والنازحين، تقول ناصرة بدر. حرب الإبادة والتصفية العرقية مستمرة في غزة والضفة الغربية المحتلة، حيث يواصل الاحتلال الصهيوني قصفه المكثف وسط تدمير البنى التحتية لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرا والاستيلاء عليها. كما صعد الاحتلال الغاشم منذ فجر اليوم من عدوانه الإجرامي الواسع على محافظات وبلدات ومخيمات شمال الضفة الغربية، لا سيما جنين وطوباس وطول كرم، بما في ذلك القدس المحتلة. ما لحقتك عدها الهم ضاربين صاروخ على الدار، صاروخ نيرجا. هربت أنا والمرأة الغرفة الثانية، ردوا ضربوا أخرى صاروخ. ابني وهو مرته فوق في الطابق الثاني. ضربوا عليهم صاروخ، هذا هي حتى نطلع عليها شايف هاي لك من فوق لك، هذا طابق ثاني واقع كلياته. ولعت الدار. وضربوا الصاروخ حوالي ثلاث اربع صواريخ اللي ضربوهم على الدار، ونصيح عليهم ولعت الدار، مش عارفين وين نروح. وتتصاعد انتهاكات المحتل بحق المدنيين العزل، لا سيما عمليات المداهمات وحملات الاعتقالات الواسعة بشكل غير مسبوق والتي لا تستثني الأطفال، واستئصال جميع مخيمات اللاجئين لإخلاء الضفة الغربية المحتلة من سكانها بالكامل. وكان الاحتلال قد شن في وقت سابق عدوانا واسعا على مناطق عدة في غزة، مما أسفر عن استشهاد العشرات. فالوضع المأساوي الذي يعيشه أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع لا يمكن وصفه ولا يمكن لعقل بشري أن يتصوره. وبين براثن الحرب والمجاعة ينام الفلسطينيون على القصف ويستيقظون على النزوح والتشريد، مأساة إنسانية وقف العالم والمجتمع الدولي متفرجا عليها بلا حراك، تقول سميرة طاهر. الكيان الصهيوني نزع الأمان عن كل قطاع غزة وأخمد ابتسامة الفرح في عيون الغزيين. بدم بارد وحقد يواصل حملة الدم الرهيبة وقتل آلاف الأطفال والنساء وتدمير الحواضر السكنية بربتها وباقي الأماكن المدنية وحتى المواقع التي أعلنها مناطق آمنة ودعا الناس إلى النزوح إليها. لشهور المطاردة والملاحقة بالقتل والتنكيل هي الحقوق التي يحظى بها العزل الجرحى والمرضى والخائفون. يلاحقهم المحتل على فتات الحياة على أنقاض وأمطار قليلة من بيوتهم، وهم لحظة بلحظة يتعايشون مع الموت وقهر لو وزع على العالم لأماته. والمشهد حتى الساعة غارات دمار وتراب، فمتى سينتهي هذا الجنون؟ متى ستنتهي فاجعة الموت والمعاناة التي يتكبدها الشعب الفلسطيني على يد كيان مجرم يقوده مجرم حرب؟ من المجاعة في فلسطين إلى الكوارث الطبيعية في السودان، حيث تتوالى الأزمات التي تلاحق البلاد والعباد، لتعصف الكوارث الطبيعية هي الأخرى بما تبقى من بنية هشة لهذا البلد الذي تقاذفته الحروب وزادته سوء الأحوال الجوية بعد انهيار سد أربعات، والذي خلف كارثة إنسانية لا تزال حصيلة ضحاياه ترتفع إلى اليوم لتصل إلى أكثر من 140 وفاة في 11 ولاية، في وقت لا تزال فيه الكوليرا تحصد المزيد من الأرواح. اسمعان سلطان. بعد انهيار سد أربعات يشق سكان مدينة توكر في ولاية البحر الأحمر بصعوبة الطريق وسط أراض طينية بعد أن جرفت مياه الفيضانات المفاجئة طرقا معبدة وأتت على قرى بأكملها. يا أخوانا جوا مأساوي، حاجة ما تتوصف، حاجة ما تتوصف، بيوت مهدمة وأسر مشردة قاعدين في الجسور وناس معلقين جوا ما قادرين يمرقوا لحد الآن. جاري العمل في عمل حلول إسعافية لإنقاذ سكان مدينة طوكر. مصائب السودانيين لا تأتيهم فرادى بعدما تفاقم الوضع الصحي نتيجة تفشي داء الكوليرا بتسجيل أزيد من 100 حالة جديدة تضاف إلى أكثر من 1000 حالة.
وزارة الصحة السودانية أشارت إلى أن حالات الكوليرا جرى تسجيلها في ولاية كسلا والقذارف والجزيرة والخرطوم ونهر النيل، ما استدعى تكثيف فتح مراكز عزل الكوليرا بتلك الولايات في ظل انهيار المنظومة الصحية، في وقت تتصاعد فيه حدة الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على عدة جبهات شرق وجنوب العاصمة، واشتباكات ذارية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات بمنطقة واد حامد وأم درمان. أزمات عدة أثقلت كاهل السودانيين وأدخلتهم في نفق مظلم مجهول العواقب. لا تزال الاضطرابات السياسية سيدة المشهد في فنزويلا، تغذيها التدخلات الغربية ومحاولات زعزعة استقرار البلاد بتنظيم انقلاب للإطاحة برئيس المنتخب حديثا نيكولاس مادورو، محاولات باءت بالفشل ليمضي مادورو في تشكيل حكومة جديدة ضمت أسماء أزعجت الغرب لكنها تخدم البلاد حسب الرئيس المنتخب. وفي أوكرانيا أسقطت أوكرانيا عشرات المسيرات الروسية في ثالث هجوم على العاصمة كييف خلال 4 أيام وسط احتدام المعارك في جبهات القتال والتي كان أبرزها منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا. النقاط الاستراتيجية الأولى التي تركز عليها القوات الروسية فيما لا يزال القتال مستمرا في 14 موقعا، هذا وتخطط القوات الروسية إلى شن هجوم مضاد في محاولة لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها القوات الأوكرانية في منطقة كورسك. محمد قايس والمزيد. الحرب الروسية الأوكرانية تشهد تطورات ميدانية متسارعة، حيث وجهت القوات الروسية ضربة لمنشآت حيوية في مطارات عسكرية أوكرانية باستخدام أسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة، في حين تسببت طائرات مسيرة أوكرانية في اندلاع نيران بعدد من خزانات النفط في منطقة روستوف الروسية وفق خبراء عسكريين. فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي فورنيج وروستوف. الضربات الروسية طالت أيضا مناطق في أوكرانيا مما خلف إصابة العشرات ودمارا كبيرا في البنية التحتية. سياسيا، وفي أعقاب التوغل الأوكراني في كورسيكا الروسية، أكد فولديمير زيلينسكي أن مشاركة روسيا في مؤتمر قمة السلام الثانية قد تكون فرصة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وإحلال السلام. في أوروبا وفي فرنسا تعمقت الأزمة السياسية الفرنسية أكثر فأكثر بعد رفض الرئيس إيمانويل ماكرون تعيين رئيس وزراء من الجبهة الشعبية والتي خاضت قوى اليسار الانتخابات التشريعية الأخيرة باسمها وحصلت على أكبر عدد من المقاعد. تبقى الحكومة الجديدة معلقة بعد مرور أكثر من شهرين على استقالة حكومة غابرييل أتال، أزمة جاءت في وقت تخللته مواعيد هامة كالمصادقة على الموازنة ومواعيد دولية أخرى. وفي موضوع آخر، يبدو أن ملف التغير المناخي وتأثيره المدمر على الأرض ما زال ينتظر الحلول الجذرية، حيث تشهد الكرة الأرضية حالة كارثية مدمرة بسبب الحرائق والفيضانات والأعاصير، كلها مظاهر طبيعية تساهم بشكل سلبي على الطبيعة مما يؤرق وبشدة علماء المناخ، تقول صالحة قاسي. تغيرات مناخية غير مسبوقة أجبرت علماء المناخ على دق ناقوس الخطر بسبب مخاطره المستقبلية والتي مست جميع أنحاء العالم. حرائق الغابات الواسعة، درجات الحرارة الشديدة، والأمطار الغزير والفيضانات العارمة، كلها نتيجة للتغيرات المناخية القاسية. حوالي 700 هكتار من الأشجار التهمتها ألسنة النيران بمدينة سيبليت السياحية بكرواتيا، بما في ذلك غابة الزيتون. رجال الإطفاء على قدم وساق لإطفاء الحرائق في عملية إخماد واسعة استمرت نحو 24 ساعة. حرائق أخرى أدت على الأخضر واليابس هنا ببوليفيا، أجبرت المزارعين على حزم أمتعتهم هروباً من حرائق التهمت مساحات شاسعة من الأراضي.
وعلى النقيض يعرف الجانب الآخر من المعمورة عواصف هوجاء باليابان بسبب إعصار شانشان الذي وصل إلى جزيرة كيوشو أكبر جزيرة بالمنطقة، مما أسفر عن هلاك 3 أشخاص على الأقل، وتسبب أيضا في سقوط الأشجار وتدمير السيارات وتعطيل حركة الطيران. يحدث هذا في وقت حذرت فيه تقارير أممية من خطر التغير المناخي باعتباره قضية كونية تهدد مصالح دول العالم، وذلك بالعمل جنبا إلى جنب لمحاربة ظاهرة الاحتباس الحراري عن طريق الحد من الانبعاثات الغازية التي يتسبب فيها العنصر البشري بالدرجة الأولى. وكالعادة مسك الخدام بالمختصرات الدولية ترصدها لكم اليوم نسرين دحمان. واحدة من الظواهر الجوية القاسية التي عاشتها نيودلهي خلال الأشهر الماضية، من الحرارة المرتفعة القياسية إلى هطول الأمطار الغزيرة التي سببت فيضانات مفاجئة هذا الصباح، شلت حركة المرور في الطرق والممرات وعرقلت حركة السكان. أمطار أودت بحياة 28 هالكا وإجلاء أزيد من 23 ألف شخص منذ الأحد الماضي. إلى البرازيل حيث تستمر حرائق الغابات في التهامها الأخضر واليابس بأزيد من 30 ألف هكتار من الغابات. حرائق سرعان ما أججت الرياح القوية سرعتها، معرضة عدة منازل للخطر وإغلاق الطرق وإجلاء السكان بعدما أعلنت الحكومة البرازيلية حالة الطوارئ خلال الأيام الماضية. من غضب الطبيعة إلى إبداع التكنولوجيا، فمن خلال سماعة رأس تحلل النشاط العصبي للدماغ تتواصل الروبوتات المساعدة اجتماعيا مع المرضى. روبوتات يقودها باحثون من مركز المملكة المتحدة للروبوتات والذكاء الاصطناعي تقدم التحفيز في الوقت اللازم وتراقب ردود الفعل لتحسين تأهيل الحركي. تعمل هذه الروبوتات بتشغيل واجهة الكمبيوتر في المخ وقراءة الإشارات الدماغية لتترجمها حركات الجسم، هدفها جعل المرضى يتعودون على إجراءات إعادة التأهيل دون حضور أخصائي العلاج الفيزيائي. صناعة المعلومات الجغرافية في الصين أصبحت واحدة من المحركات المهمة في الصناعة الموجهة للمستقبل وصناعة المعلومات، حيث قدمت دعما قويا لموارد المعلومات للشركات الجغرافية الصينية عامة ونظام الملاحة بالخصوص، إذ شكل أزيد من 80% من إجمالي التطبيقات الصناعة في الصين. وصلنا لنهاية النشرة، نشكركم على المتابعة. نهاية أسبوع موفق.